بدك تروحي؟ كل شي مسكر بوجهك. اعملوا لي اللي بتلوه مناسب هون وعالسكت. طارق بحبك وشاب غير شكل وآدمي كمان. غير شكل وآدمي بس أحلامه أكبر منه وما عنده مستقبل، شو النفع؟ أسامة فضول، في أمانة ببيتك اسمها ديانا كمال رعد، إذا بيصير لها شيء رح أقتلك. يعني كل شيء صار شرعي وقانوني وباسمي حسب الوكالة العامة والتنازل من قبل الست ديانا. بدي حملة تركزي فيها على علاقتي بأسامة فضول. هل ستنتهي علاقة نور وأسامة فضول بالزواج؟ برافو عليك، بتفهم على الطاير. لما بكون عم ضايقك برتاح. وأنا بحب رياحتك. تكرهيني؟ أكتر ما بتتصور. قول من أنت يا جبان، قول. أنا روح كمال رعد، روح نجيب ومنى أبو حيدر، روح جيمي ابن كمال رعد، وجاي دورك. جاوبوا لك هلب جاوب. لمين أنت ولمين أنت؟ Thank you.
نبيل. تفضلي فوتي. وين أهلي؟ سافروا على أفريقيا لعند عمتك. أكيد هلأ بتكون مع صاحبها. وين بدها تروح غير لعنده؟ وين بدها تروح مني؟ هلأ منروح نجيبها. أنا بدي إياها ترجع لهون ولا أنا بدي أقتلكم كلكم. إلهم زمان مسافرين؟ سنتين. معقول يسافروا وما يسألوا عني؟ ما كأني بنتهم؟ ما كأني حدا؟ أنت تركتيهم وفليتي، عملتيهم كأنهم أهلك. بس هن أهلي ولازم يسامحوني. أنا غلطت لما بعدت عنهم، بس هن كمان غلطوا لما تركوني عيش مع غلطتي. شو بدي أقلك؟ دمرتي أهلك لما فليتي، وهلأ عم شوفك قدامي مدمرة. وين معقول تكون راحت؟ معقول تكون راحت عند ولاد؟ معقولة. لكن خلينا نروح أول شيء عند ولاد. لو راحت لعندها بأكد لكم مش راح تستقبلها. هلا منشوف. لك بالعادة بالكاس الخامس تكون مزهزه اكسترا. شو صاير الليلة؟ مفوزة. شو اللي فاسة؟ ما افلس. شو؟ ايه جرس بكير الليلة خير؟ ماشي. ولع قلبي، قلت بيجي بطفيه بكم كاس. جيب الفوتير لأنك. أهلاً 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 شيكو. أهلاً فيك. سمعت خبرية إنه الليلة مش نظيفة. شو رأيك نتضبضب على بكير؟ خيب شيكو؟ مالك الزبونات عندك بالمحل؟ إيه خيف. شو الزبونات رح يردوا عني الأزيف؟ الأوادم اللي مثلك ما بيموتوا. مثل ما أنا عم بسمع ما عم بيموت إلا الأوادم. صار لازم خاف على حالي يعني. ايه قوم يا ادمي، قوم فل يا اكبر ادمي. رمزي شوف اذا حابب تغير لي اسمي ما في مشكله. لساني عم بيزحط اليوم، بدك ما تركزني. مش انت قلت لي انه صاحبك رمزي مات بالحرب وانه الك علي حسبي؟ شو اللي عم بخليك تتخيلني اني انا رمزي؟ ما بعرف، يمكن لاني اشتقت له. خبيني. فوتي بسرعة فوتي. جاك إذا كانت عند وداد بتقتلهم بإيدك اثنيناتهم. هيدا اللي صار فيه كان بيني وبين الموت شعره. ورالف شو عاد صار فيه؟ ما عاد تعرفت عنه شي. قبل ما اجي لعندك رحت لعند اهلي سألت عنهم. تصوري سافروا من فترة طويلة وما سألوا عني.
ما فكروا انه عندهم بنت. ليش انت لما تركتيهم فكرتي انه عندك اهل؟ ما تسألني كيف وليش، ما بدي الصبح يطلعوا نشيب بعده عايش الليلة وما عاد بدي ولا أزر. خلص من الليلة ما بقى رح تسمع باسم نجيب أبو حيدر. إذا ما لقيته وحده بالمستشفى بتنفذ يلي قلت لك عليه، والله يرحمهم هي وياه. قتلتهم؟ قتلتهم اثنيناتهم. معقولي حدا يكتشف وين دفنتهم؟ لو برموا الدنيا عليهم ما حدا رح يعرف وين دفنتهم. مأكد؟ مأكد. بقدر أعرف ليه قتلتهم؟ بيجي يوم وبتعرف. هيدا اللي صار. أسامة قتل كمان. كان مخطط لكل شيء مع سمير هدايا. كانوا عاملين جريمة كاملة. لولا إرادة ربنا اللي بدها ترد عني. ما حدا لازم يعرف إنكم عايشين، لأنه إذا عرف أسامة فضول رح يقتلكم ويقتلني، وهالمرة ما حدا رح يقدر يوقف بوجهه. الليلة ليلى ليلى ونفس المبلغ. مهمة الليلى غالية. وليه بقى؟ لأنها سينيه. يعني دوب للدوب. ما تكون طمية، بعد في عندك مهمة تالتي. مش لنتفق على التانية بالأول؟ متفقين. أنا مسافر بكرة الصبح. بهذا المغلف في دفتر تشيكات ودفتر توفير باسمكم اثنيناتكم، بيساعدكم لحتى تربوا الأولاد وتعيشوا مرتاحين. إذا رجعت بيكون إلي حظ أرجع أشوف الأولاد، وإذا ما رجعت اعتبرون مثل أولادكم. نجيب ومنى إيه ماتوا من زمان. رمزي؟ نعم. من أول ما شفتك عرفت أنك رمزي. كيف؟ شو عيطت لي؟ شو بك يا زلمة لحقني رمزي رمزي؟ شو بك يا إنسان؟ بكفي. يمكن أقدر كذب عيوني بس ما بقدر كذب قلبي. ولا شيكو؟ على الحالتين أنت كذاب. ولا كيف إلك عين تقول إنه إلك معي مصاري؟ يعني انت رمزي؟ شيكو ما بدي حدا يعرف اني هون، ما بدي حدا يعرف انه اسمي رمزي. انا رشيد المدني، مفهوم؟ تأمر خواجة رشيد.
معقول وحدة مثلك حبت زياد هالقد وتركت الدنيا كرماله تكرهه بهالسرعة؟ كل اللي عمله فيه وبدك ما اكرهه؟ مش معقول تكون مرحلة بتقطع؟ قلتلك بكرهه زياد، ما راح يتركك بهالسهولة. جاك، نزال أنت وكريم. كريم، إذا خاف جاك يقتل وداد، تقتل أنت. هلأ فوت ارتاحي شوي. نصيحتي لإلك، بكرة الصبح لازم تمشي من هون وبأسرع وقت. مهلك بتكون نايمة؟ خليها توعى، شو عندها؟ حالت ما بقى ادعس بيتك، بس هالمرة اضطريت. لين هربت، إذا بعرفك عم تحكي معها أو تشوفيها هالمرة بدي أقتلك. زيحي من وجهي. شو عملتو؟ مش عند وداد. إذا مش عند وداد وين معقول تكون؟ عند رالف. وين بدها تكون؟ راقب رالف من دون ما يشوفنا ومن دون ما يلاحظ، من بعيد لبعيد. بدي ألقطهم مع بعض وأقتلهم مع بعض. لهون شايفني جاك؟ شايفك؟ عم تتصرف كأنك بعدك بتحبها. هلا مش وقت هالحكي، سكوت. مش طايق اسمع صوت حدا. شو اجاك منا غير قلة الوفا؟ خلص انت وياه، ما بقى حدا يحكي ولا كلمة. جاك عم بيشوفني بالسر، ما بده حدا منهم يعرف. اليوم تأكدت قديه بحبك وبخاف عليكي. عم بيخطط نترك كل شي ونسافر. جاك ما عاد طايق هالعيشة. مش لازم ابقى ولا دقيقة هون، لازم امشي.
وين بدك تروحي بهالليل؟ ما تخاف علي، رح ابقى طمنك عني. ديري بالك على حالك وعجاك. بليز نامي هون الليلة، ما تروحي بهالليل بليز. سامحيني لأنه ما بقى رح أقدر ساعدك. هيدا الكارت وصل هلا. اعطيني كارت عرسك بايدك. معك حق، بس مش قادر اعمل هالشيء. على القليل عرفت اي متى تاريخ عرسك. مبروك سلف هنادي. يا لطيف كيف انصدمت. مش قليل زويا بعتت لها الهديه؟ فكركم ما كانت حاطه براسها تاخد شادي منا؟ لو ما انا نبهت زويا كان طار من ايدها من زمان. بكرة تنشوف شو رح يصير فيها بعد الزواج. بتضب غرادة وبتفل عالبيت. قولكم شو بتكون هلا عم تقول؟ ما بعرف شو بدي قلك. مش مطلوب تقلي شي. يا ريت بتعرفي انت شو بالنسبة لإلي. انا موظفة عندك ورح ضل هنادي. شادي بليز. تأخروا جوا لتمسح دموعه وتعاتبه ويرضيه على طريقته بعدين تطلع. شفقنا قلبي عليها، اكلت بوكس حياتها. هيدا الزواج بالنسبة لإلي زواج عقل. ايه بفهم. زواج ومستقبل وانا مش حاسس الا فيك. انا وين وانت وين؟ هنادي انا ما عندي حل تاني لانه ما تكفي ما تكفي فيي او بلاي. الحياة رح تستمر ان شاء الله. بتتهنوا ترضي كريم فات يفتش ولقاها. شو كان صار فيكي هالمرة؟ ما قدرت سكر بابي بوجها، ما قدرت.
أنا ما بقدر سكر باب قبرك بإيدي. خلص فلت، ما بقى رح نشوفها. إذا بتحبين بتبعد عن دربين، ما عاد تقدر اتحمل منظر زياد أو غيره عم يزلوكي، ما تفهميني؟ رجعت بسرعة، ما طولت كتير. مين معي؟ على الحالتين الحمد لله على السلامة مسيو فضول. ما عرفت مين معي؟ ولا رح تعرف. مين معي؟ مش مهم هلا. متع مع صاحبتك قبل ما تموت. لو كنت رجال بتواجهني، بس انت مش رجال، واللي وراك مش رجال. الكلبة هي واللي وراها. مين هيدي؟ مرتي. شو عرفها نوصلنا؟ أكيد حاطة شوي سيس علي. بدي أعرف شو هالمشكلة اللي فوتنا فيها. تستحق وحدة مثل هيدي الواطي نفوت بمشاكل كرمالة ونعمل نواطير؟ شغلتنا وعملتنا نراقب صحبة. صرنا نحن وياه 5 سنين، ما بتعرف راسه لما بيراقب على حدا؟ أنا اللي بعرف. إلا كان راقب وبلا ما تتعب قلبك وراسك. هلأ رح يحصل لك الشرف تتعرف على الليدي هنادي. هيدا رالف. وأخيرا وصلوا. هاي هاي، كيفك؟ أهلا رالف. هاي هنادي، أختي هنادي، أستاذ رشيد المتني.
لمين هالشركة؟ وسيم ناصر يلي قاعد بوجنا على الطاولة هونيك. انتقامي منه رح يكون كبير، ما كنت عرفته خاين وجبان. منيح اللي اكتشفتي هلا، احسن ما تكتشفيه بعدين. كنت هبلة لاني صدقته، تعرفت عليه بالكذب، عشت معه بالكذب، غرمت فيه بالكذب. لو حبلك منه حبل كذب كان احسن. يلي ببطني هو الحقيقه الوحيده يلي ترك لي اياها، حقيقه جريمته وكذبه. ما حدا بيعرف يكذب مثل وسيم ناصر، ما حدا. وسيم، بشو عم تفكر؟ كل ما اشوف هالبنت هنادي بحس كأني شايفها قبل مرة. مع حق زويا، هالبنت اخذ كتير من وقتكم. فينا نمشي؟ لازم أحكي، خلي بعيد عن المشاكل. مساء عليك السهرة، إذا بدك فيك ترجع التمرين مع مدير. مالك نسهر معه غير يوم. هيدي آخر مرة بتطلع بسيارة العقيرة، أنا بكرة بستلم السيارة الجديدة. مبروك. هيدي الليلة مش محسوبة، لازم نبقى نشوفك. إن شاء الله، تشرفنا أستاذ رشيد. اسمع خير، انت بخير، اسمع خير، سوء عمل. باي باي. لازم هو يحكيني، إذا ما سأل عني ما رح أسأل عنه. يلا نزال. ما معلش، خليني روح على البيت تعبان شوي. بدك شد عليك العزيمة؟ رالف ما بدي عزيمة، شوفك بكرة. طيب انطرني شوي، في لها غرض معي. مش هيقته عارف شي عني؟ بتكون لقيت واحد غيره. يا لطيف، قتلت حالة على زياد. ايه وهلأ بده يقتلها لأنه بده غيره. رجع صاحبنا، هيئته رجع وحامل شي بإيده. روق لنشوف.
مثل ما جابت لك جابت لي. شو هاي؟ من مين؟ هيدي هدية من أول ما عاش لهنادي. حتى بتصرفاتها المنيحة بتعذبني. هيدي أختي وأنا بعرفها. لو ما بتعني لها ما بتتصرف معك هيك. يمكن عم تأكد لي إنه بتحبني مثلك تمام، يعني مثل خيا. فيها وجهة نظر. على الحيلتين رح أقبلها. معقولة بعت له أغراض مع صاحبه؟ ايه بيبعت له، بتبعت له آخر همي، خلص الليل سكرنا. أنا كل همي تبعد عن وداد ومطرح ما بدها تنقلها تفل. ليه بعدك عم تشوفها لوداد؟ عندي أسئلة كتيرة لازم تجاوبني عليها. تفضلي. نحن بالصدفة التقينا ولا أنت خلقت الصدفة؟ التقينا بالصدفة. يعني أنت ما بتعرفني قبل هلا؟ لا، بس كأنه بعرفك من زمان. ما بعرف شي عن حياتك العائلية. قصدك إذا مجوزة أو حزب؟ هيك شي. مطلق وعندي ولد بالبرازيل عايش معنا. وهون ما عندك قرايب؟ ما عندك حدا؟ عندي قرايب بس مش عم بحاول أعرف وين. دموزيل هنادية، هيدي لقليك. إذا لم نعد نتبادل لقاء ولا كلاما باسم الحب، أقله نتبادل هدايا باسم الوقت الضائع. طارق. ما عادت من الممنوعات. أخذتك ورجعت تركتك لإله. هو عدم مشبول بالتراب وانت عدم مشبولي بالعدم وتصبحي على عدم. مش ضروري تذكريني فيه، تذكري لوحدك، أنا ما بيعني لي. شو بتقصد؟ أنا اللي بدي أسألي، أنت شو بتقصدي باللي عم تعمل؟ ما عم بفهم عليك. بعتقد هيدي الصورة بتفهمك شو أنا عم بقصد. بعدني ما عم بفهم. ديانا، هالحركات اللي عم تعمليهم ما رح يفيدوكي بشي ولا بيأثروا فيي، لأني ضميري مرتاح. وإذا ما حطيتي حد اللي عم تعمليه أنا رح أحط له حد. تجاهلي باللي عملتيه بالمكتب اليوم. في شي عم تتطلع فيي هيك؟ لما يكونوا اثنين مثلنا فايتين بالكوما ما بيعودوا يحسوا ببعض.
بس واحد منهم يسعى ليأذي التاني. هون بينطرح السؤال. قصدك أنا اللي عم بأذيك؟ كلامك بيضحك. لي عامل شي حتى يأذيك؟ تطلعي فيه بنظرات فيهم كره وبغض، ما بعرف قديش بدهم وقت لينفجروا. أنا معك ميت، والميت ما بهم الناس. أنت إنسان مش محترم، سيء بحق نفسك أكتر ما أنت سيء بحقي. عم تضحك عليك وحدة كانت عم بتدور على أهبل يحبها. وحدة مثل هيدي شو بدها تشوف فيك غير دفتر تشيكات؟ أنت بالنسبة لإلها شغل، والظاهر هي شاطرة بهيك شغل، وملقطة بختيار مشنشل بالمصاري والذهب. شو بك حياتي؟ مشي أبدا. بشو سارد؟ بمشكلة ديانا معي. ما تخلي مشاكلها تفوت على حياتنا، مع أنه يمكن ما إلها حق تدخل. بس خلص أسامة، يلي عم بصير مش مزبوط. أكيد مش مزبوط. ديانا ما عاد لها محل بحياتي. بحس إنك جاي بمهمة على حياتي. إحساسي يمكن صح يمكن غلط، إنما مرتاحة لوجودك. بس ماني مصدقة الصدفة اللي جمعتنا. هالقد ما إلك ثقة بكلامي؟ ما عندي ثقة بنوع الصدفة اللي جمعتنا، ولي أنت مصر على صداقتي. لو ما كنت مجوزة ما كنت بقبل بحدود الصداقة بيننا. ما الدنيا مليانة ستات وأحسن مني، لي أنا بالذات؟ لأنه فيكي كل مواصفات الإنسانة يلي ممكن حبها. رشيد بترجاك. بدون ما تترجيني، أنا ملتزم بأدب العلاقة بيناتنا. بتقلك شي هالصورة؟ Thank you.